هنا مقر مكتب الإدارات الانتخابية جبل أثنان الذي يضم 12 دائرة فرعية تنتخب 13 مقعدا للبرلمان. موظفو المكتب يعملون على سير كافة الإجراءات لأكثر من 110 مراكز انتخابية ومراقبة عملية توزيع البطاقات الناخبين أولا بأول. يضم حوالي 12 دائرة فرعية وعندنا 13 مقعد للبرلمان في الدائرة أو في المكتب هذا. جهود كبيرة يبذلها هؤلاء العاملون مثل بقية زملائهم في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في مختلف المناطق الليبية. الدائرة الثامنة من الأصابع، حدودها من الأصابع ليوازن. الحمد لله الشغل على وسط المساق وماشي الأمور الحمد لله. ويبلغ عدد المترشحين عن هذا المكتب نحو 94 مرشحا للبرلمان، فيما وصل عدد الناخبين الذين تسلموا بطاقاتهم حوالي 86,047 في جميع هذه المراكز التابعة للإدارة بمنطقة جبل إثنان. عدد البطاقات المسلمة خلال نهاية العام الأمس 86,047، هذا عدد البطاقات من 113,400. مدير الإدارة أشار إلى أن الوضع الأمني جيد جدا في كافة المراكز، مؤكدا عدم حدوث أي مشاكل أو أغلاق للمراكز، وأفاد بأن نسبة الإقبال كبيرة وتشهد تحسنا ملحوظا. الوضع الأمني ممتاز جدا، الأمور كلها سائرة تمام، المكتب لم يحدث فيه إغلاق أي مركز حتى في الفترة الماضية، لا في زنتان كيف نطلع فيها بعض الدوائر، ولا في جادو ولا في نالوت، وكل الأمور مشيت تمام والحمد لله. قبل اليومين هذولا فيه إقبال كبير، يعني الأيام الأولى كان بسيط، ولكن الأيام هذه أصبح الإقبال كبير، بالخصوص بعد لا طلعت إشاعات بأن هناك بيع للبطاقات والأشياء هذه، زاد الإقبال، كل الناس أصبحت بتاخذ بطاقتها على الأقل يكون بيشارك بها في الانتخابات. العمل على ما يرام، المراكز ما فيهاش مشاكل، التسليم على أحسن ما يرام، ونسأل الله التوفيق والسداد للوصول ليوم 24 ديسمبر. من جهة أخرى يعمل قسم التسجيل على قبول ملفات المترشحين وتسجيلهم وفق الإجراءات المتبعة، على أن تستمر المراكز في توزيع بطاقات الناخبين حتى 28 من هذا الشهر.